الجمهور اليمني جدا متفاعل، حضر بأعداد، ولكن متوزع في الملعب في أكثر من درج في أكثر من جهة، ولكن حضوره جيد بعلم عملاق موجود في الملعب. الأجواء نفسها اليوم في البحرين كان في رابطة للجمهور اليوم الجو. هل في رابطة للجمهور نحييهم من خلاله بالأمانة؟ يعني جهود رئيس الرابطة الآن جهود فردي ولكن منظمين بشكل كبير، يبدو أن في كم من الشباب اللي يمكن صار تم التواصل معهم يعني بنستقين عملية موضوع الجماهير والتشجيع وغيره. فنشكر أيضا كل الجماهير اللي حضروا اليوم المباراة، نشكر جميع اللي تعنوا يمكن من مناطق مختلفة لحضور المباراة، نشكر طبعا الجهاز الفني والإداري على المجهود اللي بذلوه خلال المعسكر اليومين الماضي، جهود كبيرة بذلوها في المعسكر يحاول الوصول للمستوى المطلوب منافسة في هذه المباراة والظهور مستوى جيد. يمكن المدرب قال لي قبل في آخر تمرين ثاني، قال نحن يعني أتينا لنقدم كرة جميلة وبعيدا عن الأمور الإعلامية وغيره، والجميع يمكن انتقد على 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 التقصير في جانب الإعلام، ولكن أنا 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 أعتبر وجهة نظره مبررة في حال كان الإعلام غير منظم. يعني نشاهد المنتخب الألماني يتساخر جدا كثير ويتم العمل بعشوائية، والجميع يصور والجميع يتناول صور يمكن ما تكون غير 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 مؤهلة للنشر، فممكن هذا أثر على اللاعب المدرب مما يمكن جعل موضوع التكتم الإعلامي يكون فاتح حتى آخر يوم ويومين قبل المباراة، وهذا يمكن يعني حرصون على تركيز المنتخب. ونتمنى إن شاء الله الفوز اليوم، وحابين نعتذر عن الجماهير الرياضية في حال كان في